ألعاب نارية الساعة 9 هلأ موعد أذان العشاء في نيويورك، بس أنا مش عارف ليش هذه الألعاب النارية، لأني شفتهم متجمعين على البحر جهة النافورة وكأنهم مش مهتمين شو بده يصير بكرة. يلا لأنه المنطقة كلها رحلت من هذه المناطق المحيطة بالبحر حسب طلب رئيس البلدية ومحافظ البلدية. بظلش إلا إحنا. والله أنا خايف هذولا بيودعوا. شو المناسبة؟ بعرفها إن شاء الله بعد ما أرجع من صلاة العشاء. حلوة حلوة. إن شاء الله تطول الإشارة لأن أنا واقف على الإشارة. يلا خلصت الإشارة، ضوت. ضوت أخضر. ولكن بدي أوقف ولو أنه أنا موقف باص. لكن بدي أشوف شو الموضوع. وليش هذا الاحتفال؟ أنا شفت الناس على البحر والسيارات على شارع فاذر كبدانو. واو شارع البحر. إن شاء الله ما يكونش هذا بوليس. لا والله هذول ناس بيتفرجوا. أها بدي أشوف أنزل أنا من بيني. هذا مساء 26/8. إن شاء الله إن شاء الله بكرة هيك نحتفل ما يكونش في عنا فيضانات ولا عواصف. حلو حلو. Beautiful. هذه المرة حامل بنتها أو ابنها. واو بيوتيفول.
شاء الله بيوتيفول بيوتيفول. ولا